ننتقل للطرف الثاني. هتان، شو كان أكلكم في رمضان هتان؟ حبيبي إحنا شغلنا كله مطاعم، يا أما نروح نفطر في بيتزا هات، ولا نشتري بروست ناكله على البحر، ولا إذا ما في أكل كده خلاص نشتري من الكباب اللي جنب البيت ولا حاجة زي كده. إيه أكلاتكم كلياتكم من برا البيت؟ شايف شو هيدي؟ لكان شو كنتوا عم بتحلوا؟ يا أبويا نحن نحلي كيك، قطع الجاتو، شوكليت كيك، على حسب الجو يعني. بالله هيدي أكل؟ لك عم صادق، شو يعني كانت على أيامكم أنتوا يعني الفرحة وجدولكم اليومي هو كيف كان في رمضان؟ في الصباح كل واحد في شغله، وبعد الفطور نروح نصلي عشاء والتراويح في الحرم، وبعد الصلاة تلاقي البزورة يلعبوا كورة ولا فرفيرة في البرح اللي مقابل مقبال محل التميس حق الأفغاني. وأقول لكم يا مشاهدين، العم صادق لما كان يرجع البيت متأخر على الساعة 12:30 كان أبوه يستناه عند البيت ويدي ديك العلقة المحترمة. خلاص بلاش فضايح يا بكر، البذورة قاعدين يشوفونا على التلفزيون. وانت سيد مؤيد كيف هي أجواءكم الرمضانية؟ والله يا عزيزي نحن الصبح لو كان ما في دراسة، وحتى لو كان في دراسة كبر المخدة ونوم، وبعد التراويح نخرج نروح المولات الأسواق إلين وقت السحور، نرجع البيت وزي كده كل يوم. يعني وقتكم كان ضايع يا ولدي، رمضان ده شهر عبادة وانتو تتمرقعوا فيه. وانت ايش دخلك يا ولد؟ استحي يا جدة تتكلم معاه كده. هو ايش دخل خاصمني؟ هذا ابعد. خلاص خلاص لا تنسوا التصويت على الرقم 1111 لمشتركي حمول، والرقم 700 للداخل سادية. ننتقل. ايوه ولا مو لايق عليك ميشو؟ قول للناس دول اذا ما احترموا نفسهم والله يشوفوا شيء ما يرضيهم. ننتقل للفقرة التالية. معلش هيدي كان يعني ننتقل للفقرة التالية. كيف يا عم سادي انت ورفقاتك يعني كيف كنتوا بتستقبلوا العيد على ايامكم؟ والله احنا كالعادة يا ميشيل بنت اكرم بعد الفطور نروح قواما على الحرم، وإذا قالوا بكرة عيد تضرب المدافع ورا بعضها، وخلاص نصلي العشاء نرجع بنلاقي ست البيت بتغسل الدرجان هي وبناتها، واللي بتكوي لنا ثياب العيد، واللي جالسة تنتبه على الفرن اللي جواله ينحرق، واللي بتلضم لها في الصين لولو في كرتتها. يا السلام، آخر شيء يصير في البيت يبخروا البيت بالمستكة والبخور الجاوي، الكل في ديك الليلة مشغول. عفوا عم بكر، شو هي هيدي المستكة وهيدي الكرتتها ولا كرت ايه هي؟ والله الكرتة يا ولدي هذا روب بيلبسوه الحريق. ايه. اما المستكة هذا نوع من انواع البخور بيستخدموه ليلة العيد. ايه. وبعدين نروح نصلي صلاة العيد في الحرم، وبعد الصلاة نروح نعيد على حبايبنا ومبارك لهم بالعيد، عسى أيامنا كلها عيد. بعدين نرجع البيت ونلاقي أمي مسوية الدبيازة والتعتيمة. عفوا شو هي هيدي الدبيازة؟ شو هي اسمها دبيازة؟ ايه هي شو هي الدبيازة هذه يا ولدي؟ كده قمر الدين وعليه شوية مكسرات. استقبال كتير ظريف، كتير ظريف. وانت سيد هتان كيف يعني انتو كنتوا بتستقبلوا عيد مثلهم ولا غير شكل؟ احنا حبيبي اذا قالوا بكرة عيد نستنى الينا الصلاة ونروح نصلي ونرجع نفطر وننام الينا الليل بعدين نخرج. بالله هيدي هو عيدكم؟ شو هيدي العيد؟ لا تنسوا اعزائي المشاهدين التصويت مستمر على الرقم 1111 لمشتركي المحمود، والرقم 700 من داخل السعودية. عيدي العم سادق عيد كتير بيعقد، عن جد كتير بيعقد. ايش يعني بيعقد يا ولدي؟ يعني هيك ظريف يعني هيك. الله يسلمك يا ولدي اللي ما نعرف انطق اسمك عن جد.